مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 1 لسن 5، اليونت الأول الدرس الخامس. عنوان الدرس asking for information، السؤال أو طلب المعلومات. مبدئيا هو منطيني صورة، وبأسفل هذه الصورة مباشرة منطيني موضوع الـ indirect question. طبعا خلينا نجي نوضح الصورة أول شيء على مود نفهم شنو الفكرة، إنه منطيني صورة وراها مباشرة موضوع قواعدي اللي هو indirect question. مبدئيا هو أكو ولد دا يتحدث مع أمه أو جدته، وبعدين نفس الولد دا يخابر فد مركز معين دا يطلب من عندهم معلومات معينة. وراها يقول لي ريدك تعرف شنو موضوع الـ indirect question. مبدئيا شنو هو الـ indirect question؟ الـ indirect question هو السؤال الغير مباشر اللي نستخدمه مع الأشخاص اللي ما نعرفهم. يعني أنا لما أحكي ويا أخويا أو ويا أمي أو ويا أبويا أحكي كلام مباشر، أسألهم سؤال مباشر، لكن نفس السؤال إذا أرد أسأله لشخص ما أعرفه لازم أستخدم فد أسلوب أكثر احتراماً مع هؤلاء الأشخاص اللي ما أعرفهم. على سبيل المثال أنا دا أسأل أخويا أقول له where is the school، سؤال كلش مباشر أين هي المدرسة، فهو راح يجاوبني. لكن نفس السؤال إذا أرد أستخدمه أو أرد أسأله لشخص ما أعرفه ما يصير أقول له where is the school، لازم أسأله بطريقة الـ indirect question، السؤال الغير مباشر اللي أقول مثلاً can you tell me where the school is، هل يمكنك أن تخبرني أين هي المدرسة. مجرد أن السؤال الغير مباشر يكون أكثر أدبا، باعتبار أن الشخص اللي راح أحكي وياه بطريقة غير مباشرة هو شخص ما أعرفه. فهنا هو منطيني شنو؟ منطيني كلام مباشر مع جد مع جدته أو مع أمه، ومن ثم كلام غير مباشر مع شخص ما يعرفها اللي هي السكرتيرة، اللي هي راح نعرف بعد قليل انه هي سكرتيرة مركز للدورات الصيفية او للبرامج الصيفية اللي اخذناها بالدروس السابقة. فهنا مباشرة مو مثل الدروس السابقة، بالدروس السابقة ينطيني مقطع نصي او مجموعة من الجمل ومن ثم ينقلني لموضوع قواعدي، الان لا، مباشرة بلش بموضوع قواعدي اللي هو الـ indirect question، السؤال الغير مباشر. هو شنو السؤال الغير مباشر؟ أو أنا شلون أقدر أحول السؤال العادي، السؤال الطبيعي اللي إحنا نعرفه، إلى سؤال غير مباشر؟ خلينا نجي نتعرف بالبداية هو شنو السؤال المباشر. نستخدم السؤال الغير مباشر مع الأشخاص الذين لا نعرفهم. أنا وضحت لك إن السؤال المباشر أستخدمه مع الأشخاص القريبين علي اللي عندي ميان وياهم، أخويا، صديقي، أبويا، أمي، هذا السؤال المباشر. أما السؤال الغير مباشر مع الأشخاص الذين لا نعرفهم حق المعرفة، أو عندما نريد أن نتحدث بشكل محترم جدا مع شخص معين. أنا قلت لك يعني مثلا ما يصير أنا أقول مباشرة لشخص ما أعرفه where is the school، أين هي المدرسة، لأن أنا هذا الشخص ما أعرفه، لازم أسوي لهيا بصيغة طلب. فش أقول له؟ أقول لك can you tell me where the school is، هل يمكنك أن تخبرني أين هي المدرسة. زين، الآن عرفنا شنو هو السؤال الغير مباشر. أنا هنا نطيتك ملاحظة تقول يبدأ السؤال المنقول اللي أنا أقصد به السؤال الغير مباشر بعبارة مؤدبة. شنو يعني عبارة مؤدبة؟ يعني أستخدم إما can you tell me اللي معناها هل يمكنك أن تخبرني، أو could you tell me هل همين اللي معناها هل يمكنك أن تخبرني. إذن أنا السؤال الغير مباشر أقدر أميزه أو أقدر أبدأ به بإحدى العبارتين التاليتين، أما أقول can you tell me أو could you tell me. زين أنا أستاذ كيف أستخدم أي عبارة أريدها؟ نعم، إذا ما حددك بالامتحان بأي عبارة معينة فأنت تستخدم العبارة اللي تريدها، كان تكون can you tell me أو could you tell me. الملاحظة الثانية شو تقول؟ تقول يعطى الطالب في الامتحان جملة استفهامية، سؤال عادي. جملة استفهامية يعني جملة سؤال. أعطيك أنا بالامتحان جملة سؤال عادية، جملة استفهامية، ويطلب منه أن يحولها إلى سؤال غير مباشر، حيث نتبع بعض الخطوات لتحويل الجملة إلى سؤال منقول أو إلى سؤال غير مباشر، وكما في التالي. هسا ركزوا وياي، هذين الخطوات اللي راح أستخدمهن راح أحلك أو انطيتك أنا مثاليا، هذين المثالين عبارة عن سؤال مباشر أريدك تحول لي إلى سؤال غير مباشر. فإحنا راح نقرأ الخطوات مباشرة نطبق على هذين المثالين. مبدئيا الخطوة الأولى نضع العبارة المؤدبة. قلنا شنو هي العبارة المؤدبة؟ نفسيتها اللي قلناها قبل دقيقة، إما can you tell me أو could you tell me. إذن أول خطوة أني أجيب من جيبي
عبارة مؤدبة. شنو هي العبارة المؤدبة؟ إما أقول can you tell me أو could you tell me. أستاذ بكيفي؟ نعم بكيفك. أنا هنا محدد قايلك فقط indirect question، سؤال غير مباشر. أريدك أنت تسوي لي هاي الجملة أو هذا السؤال، العادي أتحول لي إلى سؤال غير مباشر، فأنت بكيفك تستخدم لي أما can you tell me أو could you tell me. لكن إذا حددك بالامتحان قال لك استخدم لي can، لازم تستخدم لك can you tell me، استخدم لي could، لازم تستخدم لك could you tell me، وهكذا. هنا أنا أريد أقول مثلا could you tell me. هسا أنا إيش دا أسوي؟ دا أتبع الخطوات. الخطوة الأولى نضع العبارة المؤدبة، وضعنا العبارة المؤدبة. الخطوة اللي بعدها إذا بدأت الجملة المعطاة، إذا هذه الجملة اللي جايب ليها بالامتحان، السؤال المباشر اللي جايب ليها بالامتحان، إذا بدأ يعني أول كلمة عنده بفعل مساعد، إذا بدأ بفعل مساعد نضع إف بعد العبارة المؤدبة. شوفوا طلاب، هذا بدأ بفعل مساعد، لا أستاذ هذا دبليو اتش، إذن ما أخلي إف. هذا بدأ بفعل مساعد، نعم أستاذ، الدو الداز الديد الإز الآر الآم إلى آخره، لأني أفعال مساعدة. بدأ بفعل مساعد، شوف 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 إيش راح أخلي؟ راح أخلي إف بعد العبارة المؤدبة. هسا خلصنا الخطوة الأولى، الخطوة الأولى can you tell me، الخطوة الثانية نخلي إف إذا بدأت الجملة المعطاة بفعل مساعد. إذا احتوت الجملة المعطاة على داز يحذف ونضيف اس. طلاب أريد أرجعكم للثالث متوسط، أذكركم بملاحظة معينة. شنو هاي الملاحظة؟ تتذكرون بالمضارع البسيط قلت لكم عبارة عن فاعل، فعل يحمل اس ومن ثم التكملة، أما فعل يحمل اس أو مجرد ومن ثم التكملة. زين، إذا نريد ننفي الجملة نخلي داز، ووقتها ايش قلت لكم؟ قلت لكم إذا جت الداز الاس تروح تشرد الاس. زين، إذا وخرت الداز الاس راح ترجع، فهنا بالعكس يعني المعلومة راح تكون بالعكس، نحذف الداز ونضيف اس الشخص الثالث للفعل. اوقف خلينا نشوف، هذه داز؟ لا هذه دو. هذه بها داز؟ لا استاذ هذه ما بها داز. اذا الملاحظة هذه ما راح تفيدنا بذن المثالين، يجوز تفيدنا بغير امثلة. اذا احتوت على دو تحذف دون تغيير في الفعل. هذه الدو تحذف دون تغيير في الفعل. هذه الدو تحذف دون تغيير بالفعل. الملاحظة اللي بعدها، هسه هذه الدو والداس حذفناها إن لاقتنا. إذا احتوت الجملة المعطاة على did يحذف ونرجع الفعل للماضي. الجملتين اللي داخل بيهن ما بيهن did، فبالتالي ما أحذف ورجع الفعل للماضي. هذا إن حفظوهن، الداس تنحذف ونرجع الأس للفعل، الدو تنحذف ويبقى الفعل كما هو، والديد تنحذف ونرجع الفعل للماضي. أما إذا احتوت الجملة المعطاة على باقي الأفعال المساعدة، شنو باقي الأفعال المساعدة؟ الإز الآر العام الواز الوير إلى آخره، فلا تحذف وإنما فقط نقدم الفاعل عليها. يعني لنفترض أن أنا ما لقيت دو، لقيت إز، ما أحذف الإز، مجرد هذا الفاعل أشيله أقدمه عليها. أنا بالمثالين اللي أنا منطيكم إياهن ما عندي باقي الأفعال المساعدة، عندي بس الدو، فلذلك حذفته. بعد نقدم الفاعل عليها، ننزل جملة أو ننزل الجملة المعطاة بعد إجراء التغييرات عليها. عندي بعد تغييرات ثانية؟ لا. هسا أنا الوات أنزلها، راح أنزل الجملة المعطاة وات. السبورتس ما تغيرت، أنزلها. بعد الدون حذفت، اليو تبقى يو، والأفر كذلك تنزل كما هي، وبالأخير علامة استفهام. شنو اللي صار بالجملة؟ What sports do you offer؟ هذا سؤال مباشر، سويت سؤال غير مباشر. إيش قلت؟ قلت Can you tell me what sports you offer؟ هل يمكنك أن تخبرني أي الرياضات تقدمون؟ المثال الثاني، هذا انحذف، اليو راح أنزله. Can you tell me؟ وهالنوب خليت if، وهالنوب اليو أنزله. الهاب ما تغيرت، أنزل الهاب. بعد drawing ما تغيرت، أنزل drawing. الكلاسز أنزلها، وبالأخير علامة استفهام. السؤال مباشر، Do you have drawing classes؟ هل لديكم دورات رسم؟ صارت Can you tell me أو could you tell me if you have drawing classes؟ هل يمكنكم أن تخبروني ما إذا كان لديكم دورات للرسم؟ ما افتهمت أستاذ، نأخذ مثال آخر على مود يكون الموضوع أوضح. بالبداية هذه الجملة جاب لي إياها بالامتحان وقال لي indirect question،
سؤال غير مباشر. يلا شلون اتعامل ويا الجمله؟ ركزوا وياي. اول خطوه من الخطوات اخلي العباره المؤدبه. شنو هي العباره المؤدبه؟ اما can you tell me او could you tell me. could you tell me. الخطوه الثانيه يلا من يتذكرها؟ نتاكد اذا بدات بفعل مساعد. نعم الدو بدات بفعل مساعد. شوفوا ايش قلنا، ايش قالت الملاحظه؟ اذا بدات بفعل مساعد نضع اف بعد العبارة المؤدبة. بدأت بفعل مساعد، خلينا العبارة المؤدبة، راح أنزل وراها إف. الخطوة اللي بعدها بيها داز؟ لا، إذا بيها داز تنحذف ونخلي أصل الفعل. بيها دو؟ نعم، الدو تنحذف دون تغيير في الفعل. إذا احتوت على دو يحذف دون تغيير في الفعل. هذه حذفتها. بعد عندي خطوات أخرى، عندي أفعال مساعدة أخرى. is are am. لا، هنا واحد من الطلاب يقول استاذ هذا فعل مساعد. لا، هذا الفعل المساعد هذا راح يكون فعل رئيسي. فعل مساعد فاعل فعل رئيسي، لذلك ما ينحذف، احنا نحذف الافعال المساعده. بعد ادي بعد تغييرات بالجمله؟ لا، ننزل باقي الجمله. هذا اليو، هذا الهاف، ومن ثم ابول، ومن ثم علامه استفهام. السؤال المباشر do you have a pool، هل لديكم حوض، حوض سباحه. السؤال الغير مباشر can you tell me if you have a pool، هل يمكنكم أن تخبروني أو هل يمكنك أن تخبرني ما إذا كان لديكم حوض سباحة. مثال آخر where is the school، أين هي المدرسة. جبت لك إياه بالامتحان وقلت لك indirect، نفس الكلام indirect question، سؤال غير مباشر. يلا نجي للخطوات. الخطوات شو تقول؟ تقول تخلي العبارة المؤدبة. مثلا أريد أخلي هالمرة could you tell me، هل يمكنك أن تخبرني. الخطوة الثانية بدأت بفعل مساعد؟ لا أستاذ، بدأت بأداة سؤال. إذا بدأت بفعل مساعد نخلي إف، بدأت بأداة سؤال ما نخلي إف. الخطوة اللي بعدها لقيت داز دو ديد اللي نحفن؟ لا داز ولا دو ولا ديد. لكن إيش لقيت؟ لقيت إز. قلنا إذا ما لقينا دو داز وديد، الداز والدو والديد يحذف يحذف يحذف. اما باقي الافعال المساعده اللي هن الاز وار وام وزوير، شو نسوي لهن؟ لا تحذف، وانما فقط نقدم الفاعل عليها. شوفوا طلاب، وير اداه سؤال، از فعل مساعد، ذا سكول فاعل، شو نسوي؟ نقدم الفاعل عليها، فتصير وير ذا سكول از. يعني لما اني انزل الجمله اول شيء اخلي الوير، بعد ماكو إز، الإز تقدمت أو صارت بنهاية الجملة لأن صارت بعد الفاعل، فش أقول where the school is، وبالأخير علامة استفهام. صارت الجملة. السؤال المباشر أين هي المدرسة؟ السؤال الغير مباشر can you tell me where the school is، هل يمكنك أن تخبرني أين مكان المدرسة. الجملة اللي بعدها how much does it cost، نفس الفكرة، قلت لك indirect question، سؤال غير مباشر. خطوة الأولى نخلي can أو could بكيفكم. could you أو can you tell me. ومن ثم الخطوة الثانية بدأت بفعل مساعد؟ لا أستاذ، بدأت بأداة السؤال، إذن ما راح نخلي if. بيها شنو هالمرة؟ بيها does. it does تنحذف، انتبه لي انتبه لي، تنحذف ونرجع الأس للفعل أو نضيف أس للفعل. الفعل هو cost، ايش راح اخلي له؟ اس الشخص الثالث لان حذفت الداز. ادي بعد تحويلات اخرى؟ لا، ها هي خلصنا. ما لقينا لا از لا ار لا ام لا باقي الافعال المساعده. نزل الجمله. هاو ما تغيرت. ماتش ما تغيرت. الداز انحذفت. الات ما تغيرت. الكوست انزلها وانزل وياها اس الشخص الثالث. صارت الجمله. هاو ماتش داز ات كوست؟ كم يكلف؟ ايش قد كلفه هذا الشيء؟ Can you tell me how much it costs؟ هل يمكنك أن تخبرني كم يكلف هذا الشيء؟ احنا ما نعرف هذا الشيء لأن هو معوض عنا بالضمير it. اللي بعدها حاول توقف الفيديو وتختبر نفسك، يعني انت كاتب الملاحظات وافتهمت هسه من خلال هاي الأمثلة اللي حليتهن. تختبر نفسك. هن ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أخلي عبارة المؤدبة اللي هي can you tell me أو could you tell me. والخطوة الثانية تشوف إذا بدأت الفعل مساعد نخلي إف بعد العبارة المؤدبة. والخطوة الثالثة الأفعال المساعدة أما تنحذف أو يتقدم الفاعل عليها. المثال اللي بعده Does it have language software؟ يلا أول شيء أخلي؟ أخلي can you tell me. الخطوة اللي بعدها بدأت الفعل مساعد،
إذا بدك الفعل مساعد شو نخلي؟ نخلي إف، ومن ثم الدز تنحذف ونرجع الأس للفعل. الهافر دخلي له أس، مو تقول له ريهافز، شو راح أصير؟ راح أصير هاز. نكمل باقي الحل. الإت تغيرت؟ لا، نزلها. الهافز صارت؟ صارت هاز. واللانجوج سوفتوير تنزل كما هي، ومن ثم علامة استفهام. المثال اللي بعده، Is it time to go؟ هل هو وقت الذهاب؟ هل حان وقت الذهاب؟ أجي أول شيء أخلي عبارة المؤدبة Can you tell me؟ ومن ثم بدأت الفعل مساعد؟ نعم، إذن أخلي if. ومن ثم أكو do أو does أو did؟ لا، عندي is. الis ما نحذفها، نقدم الفاعل عليها. إذن نقدم الفاعل عليها اللي هي شنية الات، فأقول it والنوبل is، ومن ثم التايم، ومن ثم التكملة وعلامة استفهام. Is it time to go؟ هل حان وقت الذهاب؟ Can you tell me if it is time to go؟ هل يمكنك أن تخبرني ما إذا كان حان وقت الذهاب؟ هذه أمثلة للتدريب، دربوا نفسكم عليها، ومن ثم انتقلوا لكتاب النشاط تمرين رأي. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيني مثل ما هو، اما يجيب لي هاي الجمله ويقول لي indirect question. شنو يعني indirect question؟ يعني سؤال غير مباشر. هسه هاي الخطوات اللي اتبعناها ما سؤال غير مباشر. او يجيب لي هاي الجمله المبعثره ويقول لك اعد ترتيبها لعمل جمله سؤال غير مباشر. هي النسبه الاكبر يجيك على شكل سؤال مباشر، هذه الجمله يجيب لي اياها على شكل سؤال مباشر، ومن ثم يقول لك حول لي اياها الى indirect question، سؤال غير مباشر. يلا نجي نتبع الخطوات. Do you have a football pitch؟ نفس الفكره. اما اقول can you tell me او could you tell me، الخطوه الاولى حفظوها وياي. الخطوه الاولى شنو؟ اخلي العباره المؤدبه اللي هي اما can you tell me او could you tell me. الخطوه اللي بعدها والخطوه الثانيه شو تقول؟ بدأت بفعل مساعد؟ نعم استاذ. شو راح تخلي؟ راح تخلي اف. الخطوة الثالثة الدو، الدو شو نسوي لها؟ نحذفها دون تغيير شيء بالفعل. الخطوة اللي بعدها ننزل باقي الجملة، ايش بقت عندي؟ يو، ومن ثم هاف، ومن ثم a football pitch. اكمل الجملة وبالاخير علامة استفهام. Can you tell me if you have a football pitch؟ قلنا ان الجملة الاولى Do you have a football pitch؟ السؤال المباشر، هل لديكم ساحة للعب كرة القدم؟ السؤال غير مباشر Can you tell me if you have a football pitch؟ هل يمكنكم ان تخبروني او هل يمكنك ان تخبرني ما اذا كان لديكم ساحة للعب كرة القدم؟ هذا المثال هم احاول تحلوه على اساس الخطوات. الخطوة الاولى انزل Can you tell me، وراها بدأت الفعل مساعد؟ لا استاذ ما بدأت، إذن ما راح أخليه. عندي شنو؟ عندي إز. الإز ما ينحذف، وإنما نقدم الفاعل عليه. يلا هذا الفاعل اللي هو ذا كافي صار قبل الإز، أنزل الوير، هذا الوير، ومن ثم صار وراء ذا كافي، ومن ثم الإز صارت في نهاية الجملة، وبالأخير علامة استفهام. الخطوة اللي بعدها والمثال اللي بعده How large are the classes؟ كم كبر هذه الصفوف أو كم كبر الصفوف؟ هذا سؤال مباشر، سوي لي سؤال غير مباشر. أخلي مثلا هالمرة could you tell me. الخطوة اللي بعدها بدأت الفعل مساعد؟ لا أستاذ ما بدأت الفعل مساعد، إذن ما راح نخليه. أدي هنا are، إذا are is are am ما ننحذف، وإنما نقدم الفاعل عليه. أنزل ال how large، how large، ومن ثم The classes تقدمت، الفاعل تقدم The classes، ومن ثم الفعل المساعد اللي هو الآر صار بنهاية الجملة لأنه تقدم الفاعل عليه. فصارت الجملة How large are the classes؟ كم كبر الصفوف؟ السؤال الغير مباشر Can you tell me how large the classes are؟ هل يمكنك أن تخبرني كم كبر هذه الصفوف؟ المثال اللي بعده What extra activities do you offer؟ نفس الفكرة، قال لي indirect question، سؤال غير مباشر. الخطوة الأولى Can you tell me، ومن ثم الخطوة اللي بعدها بدأت الفعل مساعد؟ لا أستاذ ما بدأت، إذن ما راح أنزل إف. أدي شنو هالمرة؟ Do. الدو تنحذف دون تغيير،
ننزل الجملة what ما تغيرت ال what ولا تحولت extra ما تحولت ومن ثم activities ما تحولت ولا تغيرت activities من ثم الدون حذفت اليو انزلها والافر انزلها وبالاخير علامه استفهام what extra activities do you offer ما هي الانشطه الاضافيه التي تقدمونها صارت سؤال غير مباشر هل يمكنك ان تخبرني ما هي الانشطه الاضافيه التي تفضلوها والتي تقدموها طلاب هسه احنا سوينا سؤال مباشر جاب لي اياه بالامتحان حولته الى سؤال غير مباشر هذه الصيغة اللي بنسبة 90% تجيكم بالامتحان سؤال مباشر يتحول إلى سؤال غير مباشر لكن المشكلة شنو؟ المشكلة إذا جاب لي جملة مبعثرة وقال لك أعد ترتيبها لعمل سؤال مباشر طلاب أنتوا لازم تعرفون أنه هذه الكلمات المبعثرة أول شيء لازم أخلي كود وراها إذا عندي يو كود يو لأن إحنا هاي عبارة مؤدبة حافظيها كود يو تيل إذا أكو تيل نعم تيل مي هذه أربع خطوات أو أربع كلمات رتبتها could you tell me وراها تأكد إذا أكو إف نعم أكو إف راح أصير خامسا ومن ثم أعد ترتيب الجملة اللي غالبا ما تبدأ بفاعل الفاعل شنو هنا you مرة أخرى could you tell me if you هاي النقطة الساسة والكلمة الساسة نفس الفكرة could you أو can you tell me if you وراها ورا الفاعل شو راح يكون فعل رئيسي هذا سابعا وراها تكملة الجملة a football pitch نفس الفكرة المثال اللي بعده إذا جاب لي على شكل أعد ترتيب الجملة أول شيء أخلي can you tell me أو could you tell me الأولا can وراها you وراها tell وين tell هذه الثالثة tell وراها me لأني أربع كلمات أنا رتبتها can you tell me وراها إذا أكو if أنزلها ماكو if وراها أداة سؤال هذه الأداة السؤال وراها الفاعل اللي هو ذا كافي وراها الفعل المساعد اللي هو is وراها نفس المثال اللي بعده could you tell me هاي أربع كلمات خليتهن أكو if لا أستاذ ماكو if أكو أداة سؤال نعم هذه الهاو وراها الفاعل اللي هي the classes وراها الفعل المساعد اللي هو are يعني بين قوسين مجرد كلمات ترتبهن لعمل جمل أسئلة غير مباشرة أنت إذا حفظت القاعدة أو حفظت الخطوات راح تحل نصف الجملة بمجرد أنك تتذكر جملة الكلام المؤدب اللي هي can you tell me أو could you tell me وراها أما تخلي if أو تخلي أداة سؤال وراها تنزل الجملة عبارة عن فاعل وفعل مساعد إن وجد اللي بعدها ننتقل الآن إلى تمرين أي باقي التمارين اللي موجودة بكتاب النشاط احنا هذا الدرس يحتوي على موضوع الاندايركت كويستشن بالاضافة الى انشاء الوحدة الاولى لذلك هو مقسم الى ثلاث فقرات الان انتهينا من الفقرة الاولى اللي هي السؤال الغير مباشر وراح ننتقل للانشطة الصفية اللي هي عبارة عن تمرين اي والتمرين اللي بعده ومن ثم ننتقل الى كتاب النشاط ومن ثم ننتقل الى انشاء الوحدة الاولى اللي هي املا استمارة الطلب خليكم ويانا الان مع باقي انشطة الكتاب اللي هي تمرين اي وتمرين بي وكذلك التمرين المتعلق بالانشاء تمرين أي وتمرين بي هي أنشطة صفية بعض الطلاب يقول أستاذ أنا ما أريد الأنشطة الصفية تقدر تقدم الفيديو لحد ما توصل للتمرين الثالث المهم جدا اللي هو إنشاء الوحدة الأولى املأ استمارة الطلب والبعض الآخر من الطلاب يقول لا أستاذ أنا أريد أستفاد من هذه الأنشطة الصفية لأن أتطور من مفرداتي إذا أريد أشارك بداخل الصف كتحضير يومي فتابع الفيديو وياي على مود تعرف شنو المهم من هذه التمارين تمرين أي يقول لي listen and tick the things Rashid's mother wants to know about اقرأ أو استمع المقطع الصوتي احنا راح نطلع المقطع الصوتي على شكل مقطع نصي على مود تكون أسهل والمفردات نوضحها بشكل مفصل اسمع المقطع الصوتي ومن ثم tick ضع صح على الأشياء التي تريد معرفتها أم راشد إذا تذكرون الصورة اللي أخذناها بداية الدرس ولد قاعد ويا أمه اللي هو راشد طلع اسمه راشد قاعد ويا أمه دي يتحدث عن دورة صيفية أو فد مركز يوفر دورات صيفية تريد تستفسر عن الأمور اللي يوفرها هذا المركز الصيفي أو البرنامج الصيفي فراشد يتحدث شي يقول I've just seen a poster for summer study program إيش قال لها إيش قال لوالدته قالها لقد رأيت بوستر ملصقا for a summer study program لبرنامج دراسي صيفي وراها in the UK في المملكة المتحدة
I am interested in, وأنا مهتم فيه. فهنا الذي يوضح الوالد يقولها أنا شفت في برنامج صيفي دورات صيفية بالمملكة المتحدة أنا مهتم بها. فهنا تسأل الأم قالت له ريلي حقا Where is the school؟ أين هي المدرسة أو أين هذا المعهد اللي يقدم هذه البرنامج الصيفية والدورات الصيفية؟ إذن أول شيء تريد تعرفه هو موقع هذه الدورات. فهنا هاي الخريطة تدل على موقع هذا المكان اللي به هاي الدورات الصيفية. نكمل المقطع النصي. إذن عرفنا أول شيء تريد تعرفه أم راشد. يجاوبها I don't know exactly. قالها أنا ما أعرف وين بالضبط. But it is in the country. لكنها في المدينة. And I think I could do lots of sports. وأعتقد بأنني يمكنني عمل الكثير من الرياضات. ممارسة الكثير من الرياضات. And it has English classes. وبيها دورات باللغة الإنجليزية. Really small groups. وكذلك الجروبات مالتهم أعداد الطلاب مالتهم small صغيرة. هنا نرسل سؤال ثاني. What sports do they offer? ما هي الرياضات التي تقدمها؟ إذن الشغلة الثانية اللي تريد معرفتها أم راشد هو الرياضات اللي تريد تقدمها هاي المدرسة. نكمل القراءة. يجاوبها يقولها I am not sure yet. لست متأكدا حتى الآن. You said you wanted to do some drawing this summer. إيش قالت له؟ قالت له تمقلت إن أنت تريد تتعلم بعض الرسومات أو تتعلم الرسم. Do they have art classes? هل لديهم دورات بالآرت بالفنون؟ إذن الشغلة الثالثة اللي تريد تعرفها هي الآرت الفنون وهكذا. بعدها يجاوبها يقول لها I think so. أنا أعتقد ذلك. I am going to call them to find out. أنا راح أتصل عليهم وأعرف شنو نظامهم شنو اللي يقدمون. فتجاوبها أو تسأله That's a good idea. تلك فكرة جيدة. You should make a list of all things you want to ask before calling. شوف شو تقول له. تقول له عليك أن تصنع قائمة تكتب قائمة بالأشياء اللي المفروض تسأل عنها على مود تعرف هذا البرنامج يفيدك لو ما يفيدك. قالها I will سوف أفعل. How long do you want to go for؟ قالت له إيش قد تريد تبقى هناك؟ إيش قد راح تبقى هناك؟ فهنا إذا تلاحظون إنه ما منطي لي فد شيء يدل على سؤال أم راشد. إيش قد تريد؟ شنو المدة اللي راح تبقى بها هناك؟ نرجع نكمل. فيجاوبها I'd like to go for weeks. أريد أن أذهب لأربع أسابيع. That could be expensive. قالت له هذا الموضوع راح يكون غالي بالنسبة عليك. How much does it cost؟ إيش قد يكلفك؟ خلنا نجي نشوف التكلفة. منطيني صورة إلها على مود أشرها. نعم هذه صورة التكلفة أو صورة العملات. نرجع نكمل. قالت له قالها I don't know that either. كذلك هذا ما أعرفه. I'll ask when I call them. راح أسألهم لما نتصل بيهم. هذا مجرد نشاط صفي. الأستاذ يعلق مقطع صوتي بداخل الصف والطلاب من خلال المقطع الصوتي يأشرون على الأشياء اللي تريد تسأل عنها أو اللي تريد تعرفها أم راشد. الآن ننتقل إلى تمرين بي. يقول لي كذلك مرة أخرى Listen to the telephone conversation. استمع إلى محادثة الهاتف and answer the questions. وأجب على الأسئلة. هي مو قالت لا تصل بيهم على مود تعرف المعلومات اللي تريد تعرفها. فهو راح اتصل بيهم. فهنا يقول لك استمع للمحادثة اللي دارت بين السكرتيرة وراشد. وراها جاوب على هاي الأسئلة. خلينا نجي نتعرف على الأسئلة على مود نعرف شنو المفروض نطلعها من هذا المقطع النصي أو المقطع الصوتي. Where is the school؟ لازم تعرف وين هاي المدرسة. Do they have classes؟ Art classes؟ هل لديهم دورات للفنية أو للفنون؟ What sports can students do؟ ما هي الرياضات التي سوف يمارسها هؤلاء الطلاب؟ How much does the program cost؟ إيش قد كلفة البرنامج؟ إلى آخره. الآن نجي نقرأ المحادثة ونجاوب على هذه الأسئلة. فيجاوبهم السكرتيرة تجاوب تقول Good morning. صباح الخير. Fisher School. How can I help you؟ كيف يمكنني أن أساعدك؟ يجاوبها راشد Hello. مرحبا. I'd like some information about your summer program. قالها أنا أسأل عن بعض المعلومات عن البرنامج الصيفي مالتكم الدورات الصيفية مالتكم. إيش قالت له Certainly بالتأكيد. What would you like to know؟ قالت له شنو اللي تريد تعرفه؟ شنو المعلومات اللي تريد تعرفها بالضبط؟ فيجاوبها قالها First of all أولا Could you tell me where the school is؟ هل يمكنك أن تخبريني أين تقع المدرسة؟ شوفوا طلاب هو لما كان الحديث داير بينه وبين أمه قالها Where is the school؟ أو هي قالت له Where is the school؟ أين هي المدرسة؟ كلام مباشر سؤال مباشر. لكن راشد لما سأل السكرتيرة ما يعرفها
فاستخدم الأسلوب اللي ذكرناه بالموضوع القواعدي هو الأسلوب المؤدب. Can you tell me where the school is؟ هل يمكنك أن تخبريني أين هي المدرسة؟ فجاوبة Of course, it's near the Cambridge. قالت له بالطبع إنه بالقرب من كامبريدج. Do you know where that is؟ قالت له تتندل هذه كامبريدج وين؟ قالها Yes, I do. نعم أنا أعلم. Can you tell me if you have art classes؟ قالها زين تعرفين أو تقدرين تقول لي إذا كان عندكم صفوف مال فنية مال أو دورات مال فنية؟ قالت له Yes, we do. نعم نحن لدينا We have drawing and painting classes. لدينا دورات للرسم drawing. Oh good, I'd really like to do some drawing. قالها حسنا هذا جيد، أريد أن أفعل بعض الرسومات أو أقوم بالتعلم ببعض الرسومات this summer. Could you also tell me what sports you offer؟ قالها زين تقدرين تقول لي شنو الرياضات اللي تقدموها بهاي الدورات الصيفية؟ قالت له yes, you can play volleyball. تقدر تلعب رياضة البوليبول الباسكتبول. راشد جاوبها and could you tell me if you have a swimming pool؟ قالها زين عندكم حوض سباحة؟ الجاوبة I am afraid we don't. أنا أعتقد ليس لدينا حوض سباحة but it is a perfect area for cycling. لكن المكان اللي أنت راح تتواجد به هو مكان جيد للسايكلينج لركوب الدراجات. Can I rent a bicycle there؟ قالها زين أنا أقدر أجر بايسيكل هناك؟ Yes of course. نعم بالطبع. Can I help you with anything else؟ قالت له تقدر تريد نساعدك بأي شيء ثاني؟ قالها yes. Can you tell me how much it costs for 4 weeks؟ قالها زين تقدرين تقول لي ايش قد التكلفة لأربع أسابيع؟ فالجاوبة it depends on how many classes you take. قالت له تعتمد على عدد الدورات أو عدد المواد اللي تريد تأخذها. But probably around 1,500 يورو. لكن تقريبا بالمجمل حوالي 1,500 يورو. Thank you. شكرا لك. Goodbye. Goodbye. الآن عرفنا بعض المعلومات عن الأسئلة اللي سألني إياها. Where is the school؟ ذكرنا بالقطعة أن السكول بالقرب من كامبريدج. It's near Cambridge. فأقول له It's near Cambridge. السؤال الآخر Do they have art classes؟ عندهم صفوف للفن للفنية للرسومات؟ قالت نعم عندهم صفوف لتعليم كيفية الرسم. Yes, they do. نعم هم لديهم. What sports can students do؟ ما الرياضات التي يمكن للأولاد أن يفعلوها؟ هي ذكرت له الفوليبول، إذا لاحظتوا بالمقطع النصي الفوليبول والباسكتبول. إذا نقول volleyball and basketball وهكذا. How much does the program cost؟ إيش قد كلفة البرنامج أو الدورة الصيفية أو البرنامج الصيفي؟ ذكرنا أن كلفته حوالي 1500 يورو. فأقول له 1500. هذا ما يخص تمرين بي. كذلك هذا التمرين تمرين كنشاط صفي، الأستاذ يعلق مقطع صوتي بداخل الصف ومن خلال المقطع الصوتي الطلاب يحاولون يجاوبون على هذه الأسئلة، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما التمرين اللي بعده تمرين ثلاثة، طبعاً هنا مو تمرين، هذا رجعنا الكتاب الملون. إحنا ذكرنا بالبداية الدرس إنه الدرس مقسم إلى جزئين. الجزء الأول إذا تذكرون، خلنا نرجع لبداية الدرس. الجزء الأول الindirect question، السؤال المنقول أو السؤال الغير مباشر. ومن ثم حلينا، تعرفنا على السؤال الغير مباشر، أخذنا أمثلة عليه، أخذنا التمارين المتعلقة به، وهالنوب أخذنا أنشطة صفية، هذا اللي قلنا أنشطة غير مهمة. الآن الفقرة الأخرى بكتاب الطالب إيش قايل لي؟ قايل لي look at Rashid's application form. انظر إلى الطلب أو استمارة الطلب اللي قدمها راشد على مود البرنامج الصيفي أو الدورة الصيفية. Do exercise C in activity book. ومن ثم قم بعمل أو قم بحل تمرين C. طلاب قبل ما أبلش بهذا، هذا الفورمة أو هذه الاستمارة الطلب لازم تعرفون الهيكلية مالتها. على مود وراها راح يطلب من عندك كإنشاء الوحدة الأولى، يقول لك املأ استمارة الطلب كنشاط إنشاء للحفظ كمهم جدا بامتحان الشهر الأول. فهنا أنا يقول لك لازم أنت لما تريد تقدم على دورة على مدرسة على جامعة لازم تملأ استمارة الطلب. هاي الاستمارة شنو بيها؟ بيها السيرنيم اسم العائلة، فور نيم الاسم الأول. فمثلا أقول هو كاتب للسوداني اسم العائلة راشد، راشد السوداني. زين، date of birth
date of birth اللي هو تاريخ الميلاد. أنت لازم تكتب تاريخك بشرط إن يكون day month year يوم شهر سنة. هو كاتب 16/5/98. شوف هنا 98 ما كاتب 1998، مجرد الرقم آخر رقمين اللي هو 98. زين الأدرس العنوان لازم تكتب عنوانك هنا، يبدأ من رقم الدار إلى الشارع الزقاق إلى المدينة، وراها المحافظة كاتب هنا بغداد، وراها البوست كود. البوست كود هو كل محافظة سواء كانت محافظة عراقية أو غير عراقية بها بوست كود اللي هو الرقم البريدي، يكتب الرقم البريدي هنا، وهذا الشيء اختياره، تريد تكتبه ما تريد تكتبه، ومن ثم تكتب العراق. وراها الفون نمبر، رقم التليفون تكتب رقم تليفونك هنا، وراها الإيميل لازم تكتب الإيميل اللي ممكن من خلاله يتواصلون وياك، وراها why are you interested in our school. يسألك سؤال بسيط، أنت ليش مهتم بالمدرسة مالتنا، ليش تريد تقدم على المدرسة مالتنا، على المعهد مالتنا؟ بين أنا هو شي يقول I would like to go to a summer program to improve my English. أنا أريد أنضم للبرنامج الصيفي لكي أطور لغة الإنجليزية. I'm interested in your school. أنا مهتم بمدرستكم because you offer English classes. لأنكم تقدمون دروس لغة إنجليزية at many levels بالعديد من المستويات. I also think I would like to be in the country. كذلك أنا عجبني لأن أنتم موجودين بالمدينة مو بالريف. And to have an opportunity to do sports. وكذلك تقدمون الرياضات. فهنا أنا يقول لك تخيل نفسك أنت كذلك أنت كطالب، وراها راح يحلي بتمرين سي أو تمرين دي، يقول لك تخيل أن أنت كذلك تريد تقدم على برنامج صيفي على مدرسة بالخارج، كذلك لازم تملأ هاي الاستمارة مع المعلومات. فهنا السيرنيم اسم العائلة تكتب اسم العائلة، اسمك الفور نيم الاسم الأول تكتب اسمك. أنا مجهز لكم الإنشاء بشكل جاهز، فمثلا السيرنيم اسم العائلة أنا كاتب الأسدي. زين اسم الأول اسمي طه، طه الأسدي. كل طالب يكتب اسمه واسم العائلة أو اسم العشيرة. وراها date of birth، شوفوا انتبهوا طلاب، تاريخ الميلاد لازم تكتب اليوم والشهر والسنة. أنا كاتب 31/8/94. زين قال لي بعد وراها شنو؟ قال لي أدرس العنوان، كذلك اعطيت رقم الدار، العباس ستريكت، شارع العباس أو حي العباس، كربلاء المحافظة، ما انطيته ما يحتاج انطيه البوست كود اللي هو الرقم البريدي. وراها أكتب العراق، تكتب رقم تليفونك هنا، تكتب الإيميل هنا، أي رقم تليفون وأي إيميل يعني حتى لو كان غير صحيح. وراها هنا هذا المهم، يقول لك why are you interested in our school، ليش أنت مهتم بالمدرسة مالتنا. فمثلا أنا أجي أقول له I would like to participate in summer program to improve my English. أنا أريد أنضم لهذا البرنامج الصيفي، أنا متطور لغة الإنجليزية. I'm interested in your school. أنا مهتم بمدرستكم because you offer English classes. لأنكم تقدمون دورات باللغة الإنجليزية for different levels بمختلف المستويات. Additionally بالإضافة إلى ذلك I would enjoy spending time in the countryside. كذلك أنا أريد أنضم لأن أنتم بالجانب الريفي and having time to relax. الجانب الريفي يعطيك وقت كافي للاسترخاء. فأنا فضلت البرنامج مالتكم لأن أنتم البرنامج الريفي مالتكم بالجانب الريفي، وهذا الشيء اللي أنا أفضله. هذا الإنشاء أو هاي الفورمة، هذا التمرين، تمرين دي تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، وهو إنشاء الوحدة الأولى. هذا الإنشاء للحفظ، الأستاذ يطلب من عندك يكتب بالسؤال المتعلق بالإنشاء fill out the application form for yourself. املأ طلب الاستمارة أو املأ استمارة الطلب للانضمام إلى هذه المدرسة. حاولوا تسجلوا بالدفتر وتحفظوه لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الأول. نرجع إلى تمرين رقم 3 أو عفوا تمرين سي. شو يقول لي؟ يقول لي look at Rashid's application form. انظر إلى الاستمارة الخاصة براشد on student's book page 11 في صفحة 11 من كتاب الطالب اللي أخذناها قبل دقائق and choose the best answer. واختر الإجابة الأنسب. شوفوا طلاب، هذا التمرين قبل ما أبلش به تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيني مثل ما هو، أستاذ شلون يعني يجيني مثل ما هو؟ يجيني جملة واختيار أو ثلاث اختيارات، أنا لازم أختار الاختيار الأمثل اللي يناسب الجملة. شلون يعني؟ يقول لي your surname. شوفوا طلاب، قبل دقائق إيش قلنا؟ شنو معنى كلمة surname؟ surname هو اسم العائلة. يقول لك اسم العائلة is the same as هو نفس يعني تقريبا مرادف لكلمة
First name لو family name. اسمك لو اسم العائلة. اسم الأول لو اسم العائلة. Surname family name. إذا نخلي صح على family name. Surname معناها اسم العائلة. فأنت تختار الاختيار المناسب لهذه الكلمة. مثال آخر اللي هي النقطة الثانية. شوفوا طبعاً هو منطيني بعد اختيارات. Your middle name اسمك الوسط. لو your title لو لقبك. قلنا surname هو اسم العائلة. Your family name. النقطة الثانية. D-O-B. D-O-B مختصر مال date of birth. يعني شنو؟ يعني تاريخ ميلادك. يعني born on date الولادة في تاريخ غير مناسبة. Today's date تاريخ اليوم غير مناسبة. Date of birth نعم تاريخ الولادة. Date of program موعد البرنامج كذلك غير مناسب. اختارت الاختيار الأمثل هي أصلاً D-O-B مختصر مع Date of birth. المثال اللي بعدها والنقطة اللي بعدها. Which of these dates would be correct for the form؟ شوف هنا أنا منطيني يقول لي أني هذا تاريخ وهذا تاريخ وهذا تاريخ وهذا تاريخ كلهن مكتوبات بطريقة معينة. يا هي الطريقة المطلوبة أو الطريقة الصحيحة اللي راح أكتبها المفروض بالطلب. ذكرنا أن ما يصير نذكر اسم الشهر وكذلك ما يصير نذكر السنة كاملة وكذلك ما يصير نذكر الشهر أول شيء. إذن الاختيار الأمثل هو الاختيار الرابع. يوم شهر سنة والسنة لازم تكون مختصرة. النقطة الرابعة. What are the country code for Iraq؟ يقول لك ما هو الرمز البريدي للعراق؟ 479 لو زائد لو 74 لو 964. الرمز البريدي مع العراق 964 الخاص بالعراق. هذا ما يخص تمرين تمرين سي. هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا. يجيني بالسؤال المتعلق بالمفردات مثل ما هو. يعطيني جملة وأربع اختيارات ثلاث اختيارات اختياره ويقول لك اختار الاختيار المناسب حسب معنى الجملة. حلينا عرفنا شنو السيرنيم اللي هو اسم العائلة. الدي او بي ديت اوف بيرث إلى آخره. كذلك عرفنا البوست كود الرمز البريدي مع العراق وكذلك عرفنا الصيغة الصحيحة لكتابة التاريخ في طلب معين إذا أريد أقدم على مدرسة أو على معهد. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن الدرس صحيح مطول بعض الشيء لكن مهم جدا. أخذنا بإنشاء الوحدة الأولى إنشاء استمارة الطلب وكذلك أخذنا بجمل اختيارات مهمة جدا اللي هو تمرين سي وكذلك أخذنا موضوع السؤال الغير مباشر وقلنا أن هذه المواضيع مهمة جدا بالامتحان التحريري تحديدا بامتحان الشهر الأول. حاولوا تسجلون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بامتحان الشهر الأول. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوا على حسابات المتدرس في الفيديو في الوصف.